عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا دكتورة، أنا كنت بس عايز أسأل على الفرق بين الترانسميتال والسبميتال، وهل كفر الترانسميتال رقم الترانسميتال نفسه بياخد سيريال، بياخد ريفيجن، ولا هو فور ريكورد بس؟ لا ثانية واحدة، رقم الترانسميتر بياخد ريفيجن ولا هو في الريكورد؟ ما فهمتش السؤال. يعني أنا دلوقتي جالي ترانسميتال، مثلا ترانسميتال رقم 10، جالك ترانسميتر ولا جالك سبميتر؟ لا ترانسميتال تمام كفر ترانسميتال، الترانسميتال فيه درونج، فيه مثلا 10 درونج، تمام الدرونج دي خدت اكواد معينه، هل بعد كده لما يجي الحاجات في مثلا الدرونج دي خدت مثلا كود سي، فهترجع تاني عشان تتراجع عليها؟ تمام هي اكيد طبعا الدرونج هتاخد ريفيجن لما تتقدم تاني. السبميتال بقى رقم الترانسميتال نفسه ده يبقى 11 12 بعد كده، ولا يبقى 10 ريفيجن واحد؟ لا يبقى 10 ريفيجن واحد. 10 ريفيجن ليه؟ واحد. لان انا ما غيرتش حاجه في السبميتال، انا ما غيرتش حاجه في الترانسميتال اللي عندي. انا قدمت دروينج هي نفس الدروينج، بس انا غيرت طلع منها اصدار تاني علشان اقدر اتراك التغييرات اللي حصلت في الاصدار ده من اول ما طلعت ريفيجن زيرو لحد ما طلعت. لازم اتراكها كلها على ترانسميتال نمبر واحد، ما ينفعش ان انا اغير فيها ترانسميتال نمبر. يعني تمام، الترانسميتال نمبر يتغير، ياخد ريفيجن عادي. يعلى ريفيجن زي ما اللوحه هتعلى ريفيجن. ممكن حاجه تانية، ممكن الترانسميتال نمبر يعلى وفي ممكن شويه دروينجز ما تتقدمش. زي مثلا زي ما حضرتك بتقول انا عندي الترانسميتر فيه 10 لوح، في ممكن 5 منهم يتعمل لهم ريسبميت تاني وياخدوا ريفيجن 1. تمام، ممكن شهر شهرين حصل تعديلات تانية في المشروع، ممكن بعد كده الترانسميتال ده يعلى ريفيجن تاني يبقى ريفيجن 2، وفي لوحه من اللوح اللي كانت ريفيجن 0 تعلى هي تبقى 1. تمام، فبقى انت عندك كده الترانسميتر ريفيجن 2 والدروينج ريفيجن 1. فهمتني؟ تمام تمام. تمام الفرق ما بين الترانسميتال والسبميتال ان السبميتال عباره عن دوكيومنتس بتتقدم تو سبميتد للكونسلتنت. تمام، فهي كل الدوكيومنتس اللي بتتسلم للكونسلتنت بتسمى سبميتد. تمام، الترانسميتال هو الكفر اللي بيبقى على وش السبميتال علشان يستلم عليه. الكفر ده بيبقى موجود فيه كل البيانات بتاعت السبميتال ده، بيبقى فيه موجود السيريال نمبر، السيكونس نمبر بتاعه، التاريخ رايح من فين لفين، التريد بتاعه، الريفيجن بتاعه اللي هو رقم الاصدار بتاعه، بيبقى عليه الاختام بتاعتك، بيبقى عليه الامضاءات، بيبقى عليه كل حاجه، بيبقى عليه الاكشن كود. كل الحاجات دي بتبقى موجوده على الترانسميتال من بره. الترانسميتال ده هو الكفر بتاع السبميتال، انما السبميتال كتكنيكال دوكيومنتس تعتبر ان هي اسمها سبميتال. تمام، شكرا. مش العفو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة، بس سؤال بالنسبة للسبميتال وترانسميتال. السبميتال بحتاج موافقة، يعني نستنى عليه رد اوفيشالي، والترانسميتال ما بحتاج، بس فور ريكورد صح؟ الترانسميتال ده كفر للسبميتال، دي حاجة تقديمة. انت لما بتيجي حضرتك تقدم سبميتال بتقدم فيه تكنيكال دوكيومنتس، تمام، او تكنيكال انفورميشن، بتبقى محتاج كفر ليها علشان تقدر تديها للدوكيمنت كنترول يقدر يتابع بيها شغله. تمام، يعني زي سيديات مثلا، بدي اقدم مثلا سيديات عن المشروع، عن صور المشروع، عن ريبورتس في المشروع، تقدر تقدم فيه بترانسميتر. ماتيريال سبميتال مثلا، ماتيريال ابروفل تو ديليفر تو سايت، تقدر تقدم ايه، شوب دروينج، اسبلت، كل الحاجات دي احنا بنسميها سبميتلز، تقديمات. انت حاجه تكنيكال دوكيومنتس او تكنيكال انفورميشن عاوز تنقلها من مكان لمكان، عاوز تنقلها من الكونتراكتور توصلها للكونسلتنت. هي ليها تمام. اجراء، الاجراء ده عباره عن ان حضرتك بتحط عليها كفر، ويبقى الكفر ده الفورم بتاعت الكفر دي بيبقى متفق عليها من خلال الكونسلتنت، موافق عليها ان المقاول هو اللي هيعملها، وبيملى فيها شويه بيانات عشان تبقى سهل على حضرتك وانت بتستلم ان انت تقدر تعمل تتبع للدوكيومنتس دي. انت سلام لما عمر. تمام لما بتيجي تستلم الدوكيومنتس دي ما ينفعش تستلم حاجه ما لهاش كفر، ما ينفعش تستلم حاجه ما عليهاش اسم صح ولا عليها نمبر. تمام، صحيح صحيح الكفر ده احنا بنسميه ترانسميتال، الدوكيومنتس نفسها اللي جايه مع السبميتال ده الدوكيومنتس نفسها اسمها سبميتال، اسمها تسليمه. تمام، ايوه ما هي المده المتاحه للسبميتال عند الاستشاري؟ على حسب العقد اللي ما بين المقاول وما بين الاستشاري، في دايما بتبقى الفيدك دايما بيقول ان هي 21 يوم،
ريفيجن زيرو بيبقى 21 يوم، وريفيجن واي ريفيجن بعد كده بيبقى 15 يوم. في ناس بتبقى الفاست تراك بروجكت بيبقى لها مده زمنيه تانيه. كل مشروع وعلى حسب الاتفاق بتاع العقد اللي ما بين المقاول والاستشاري.